اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ اليوم راح نحكي عن او راح نبلش بسلسله تتعلق بنظام تشغيل زد على او اس. نظام زد على او اس هو نظام تشغيل متعلق باجهزه المين فريم تبعت الاي بي ام. خلينا نشوف صور خفيفه بس بالاول. هنشوف المين فريم. اوكي بس لحظه شوي. مثل هيك شايفين الصورة هاي، الخزائن الضخمة هاي، مش الكمبيوتر عادي، هذا كمبيوتر ضخم بحجم براد، شايفينه؟ هاي مين فريمز اسمها، تمام؟ ممكن يشتغل عليها لينكس، ممكن يشتغل عليها لينكس، بس طبعا يعني الكومبايليشن تبعته، البنى تبعه على بروسيسور مش انتل ولا اي ار ام زي تبع التليفون، مش لانه تليفون يعني، بس مش نفس الاركتكتشر، هذا المقصود، مش نفس المعمارية ولا اي ام دي ولا اي شيء، هذا شيء خاص نص اي بي ام، بروسيسورات شغل اي بي ام. ماشي؟ هلا وفي عندهم شو اسمه؟ كيف بدي اقول لكم؟ في عندهم جهاز اسمه سيستم زد اي، اوكي، اللي هو للانتربرايز، وفي واحد سيستم زد بي يمكن اللي هو البيزك، تمام؟ على كل هلا هاي الاجهزه اللي من هالشكل من هالحجم هذا هي مين فريمز، ماشي؟ طيب وهذه بس ما بتشوفهاش غير عند الاي بي ام، يعني بهذا يعني بالشكل الاساسي، يعني حسب علمي يعني، اوكي؟ يعني عشان ما اكونش عم كذب. هلا اول شيء النظام هذا اذا ما بيركب على البي سي تبعك بالشكل الرسمي، تمام؟ ولذلك نحن رح نستعمله، هو شيء اسمه هيركليس. هذا برنامج على لينكس وعلى ويندوز بيشتغل، بس على لينكس بيشتغل ببلاش، عشان هيك بنصح الجميع يستخدمه على لينكس، واهون على لينكس ودغري بيمشي بشكل يعني سلس جدا، تمام؟ هي واحدة. اثنين، انت راح تحمل صور عن هاردسكات كان فيها نظام التشغيل زد على او اس، وراح ننزل اصداره اللي هي متاحه عندنا عن طريق التورنت. دير بالك حنحمل 16 جيجا، منه سهلين يعني، اوكي، يعني عم تحكي عد شيء قديش، عد 3 فيديوهات، تمام؟ هلا بحجم الداتا حتحملها، اوكي، فدير بالك يعني. فانا بنصح اذا انت خايف على اخر، خايف تخلص حصتك وحصتك ضيقه، اعملها بين الشهرين، تمام؟ يعني بتعرف اللي عنده الانترنت تبعته بتتجدد حصة كل شهر، او اعملها بالليل اوفر نايت، اوكي؟ لما يكون عندك الانترنت محسوب لك ببلاش، ماشي؟ ف المهم، فكمان حتعلم كيف نستعمل تورنت للي ما بيعرف تورنت، كيف نحصل عليهم. هلا بدكم تكتبوا هاي زد على او اس اون هيركليز، اوكي، هيك مثل ما كاتب هاي حرفي، اوكي، الرابط راح احطه. هلا هذا الفايل اللي احنا راح نفتحه هلا اوكي، راح يقول لنا كيف كيف نحصل على هيركليز، كيف نركبه الاخ. هلا هو عامل طريقه هون ستيب 3 انه كيف تعمره من الصفر من الكود للهيركليز، اوكي. الهيركليز هو اللي راح يشغل لي الزد على او اس، وبالمره الهيركليز مش في ام وير ولا فيرتشوال بوكس عشان ما حدا يخربط، لا، هو ايميوليتر، بمعنى انه هو حيترجم البروسيسور تبعيت الاي بي ام، اوكي، على بروسيسور الانتل اللي عندك، هيك رح يشتغل، اوكي، مش رح يكون عم بيشغل برنامج تلقائي. الفيرتشوال ماشينز انت بتشغل برنامج تلقائي، اوكي، على نفس المعالج، شو يعني، بتشغل انظمه تشغيل بشكل انك بس عم بتقص من الموارد تبعته، بس ما عم بتغير او ما عم تنقل الاوامر، يعني ما عم تعمل ترجمه مثل ما بتعمل ترجمه بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، تمام؟ الايميوليتر اللي هون حيعمله عم بيحاول يجيب يعني يدخل ويقحم، كانك عم تقول يقحم اللغه العربيه داخل اللغه الانجليزيه، اوكي، او زي ما واحد بيقول لك من انجلز العربي، اوكي، او من عربي الانجليزي، اوكي، هيك يعني. فهو عم بيحاول يشغلها كيف ما كان، فهي نحن نسميها توقيع او تشحيش، بعض الناس بسموها ايميليشن. طيب هلا بالنسبه للموارد والكتب، كثير مهم هذا النقطه. اول شيء خلينا بس هون
شو كنا عاملين قبل عشان كناش ناسيين. طيب اوكي مش مهم هذا الصور. طيب هلا السوفت وير اللي حنحصل عليه هو نظام تشغيل زر اس اللي حنشغل من خلاله سوفت وير داخله اسمه تي اس او. اوكي هسه حضروا الان فاتحه عنها وراح نحكي على الموارد عشان نعرف عن شو عم نحكي بالاول. اوكي الكتب يعني حنحكي عنها. في عندنا هون تايم شيرينج اوبشن اكستنشن هذا هو السوفت وير تي اس او على اي. هذا في نوع من التيرمينال اوكي نوع من الطرفيه اللي هي شكلها تفاعلي مع نظام تشغيل زد على او اس. اوكي هاي بتنكتب السطر الاول تمام وال شو اسمه كله هذا راح نشوفه وبعدين خلال اول تقليع انا راح تحسوا ببطء بالتصوير ف يعني اصبروا علينا شوي تمام. راح نفرجيكم اياه هو عم بقلع بس ما راح اشرح وقتها اوكي لانه بس هذا مجرد هذا الاقلاع بعدين بكون بس يهدى بقدر اصور براحتي ماشي بس راح اشوفه فتره تقليع فحتشوفوا تقطيش شوي اوكي لانه انا جربت قبل ما نبلش الشرح. طيب طبعا اللي عنده كمبيوتر سريع ما بتفرق معنا عندي كمبيوتر هون شوي بطيء هلا ففي سوفت وير كمان اسمه الاي اس بي اف اوكي الاي اس بي اف هو لل شو اسمه يعني هو تقريبا نص واجهه رسوميه ماشي قوائم وهذا بس بطريقه سطريه بطريقه سطر اوامر تمام طريقه قديمه كثير تمام. هلا كيف نحصل على الكتب؟ نحصل على الكتب كما يلي ورجيني هون شو كنا كاتبين ايه تحط بجوجل زد على او اس تي اس او على اي وبكلمه بي دي اف بي دي اف بدنا كتب البي دي اف اوكي اول رابط بيطلع معي هذا تمام نجي نحط هيك طبعا عملت فورورد على اساس انه هن شايفهم قبل انا وبعدين يا سيدي بيطلع معك الكتب تمام. هلا نحن من كل هالجدول بس بتاخذوا ملفات البي دي اف. طيب هلا حتى نسرع التحميل بتستعمل فايرفوكس اوكي وبتنزل هالاضافه بتعمل على الادونز تمام بتعمل بحث شايف مثل ما مشيت انا تولز ادونز اوكي بتعمل بحث على شيء وحده اسمها داون ذم اول تمام. هلا لانها راكبه عندي يمكن ما تبينش هون اي ما راح تبين هلا هي انا لانها راكبه عندي فبتكبس الاكستنشنز شايف تلاقيها يعني راكبه عندي اذا مثلا مش راكبه عندك بيجيك زر انستول زي ما شفت من شوي تمام. ماشي يعني مثلا شيء له علاقه مثلا اي شيء اي شيء اوكي بيجيك هيك زر الانستول بتعمل انستول لكل شيء له علاقه ب داون ذا مول هدول اللي قدامكم داون ذا مول هيك داون ذا مول انتي كونتينر اوكي بتركبوهم تمام. انطلب منك هون بيطلع لك رابط مثل رابط المور اسمه ريستارت اوكي شو اسمه ريستارت هذا بس تكبسه اوكي بيعمل ستارت للفايرفوكس بيطلع لك اياه من اول جديد عشان ياخذ الداون ذا مول تمام. هلا بعدين بنروح بيطلع لي الداون ذا مول تولز هون بنفوت على البريفرنسز اوكي ممكن تلاقيه بالعربي هو نفسه تمام حملهم كلهم او حملها كلها اسمه اوكي بتفوت على التفضيلات هون نفس الترتيب تبع الازرار بنفوت عليه بتفوتوا على ادفانسد بتفوتوا على نمبر اوف هيدي هون اول سطر هون شايفينه تمام بتدوروا عليه هذا النمبر اوف سيجمنتس اوف بير داونلود تمام وبتشدوه بيكون مثلا واقف على شيء زي 4 بتشدوه على 10 عشان يسرع التحميل ماشي. هلا بنروح بعد هيك بنفوت بنعمل على هاي تمام الصفحه نو رايت كليك بنقول له داون ذا مول عشان يشحل لي كل البي دي افات فرض خطه تمام بقول له داون ذا مول اوكي بروح شو بشيل كل التكس اللي هون حتى الدوكيومنتس شو بدي فيها اوكي كل التكس هذول لانه هاي الفلاتر شو بده يشيل لك روابط هون شو اي روابط بده يضمها للتحميل لا انت بس بتشيل كل الفلاتر هون ايه ما بدي اياهم كلهم بحط انا فلتر من عندي اللي هو ستار نقطه نجمه نقطه بي دي اف انه بدي ملفات بي دي اف بعدين وبقول له وين بدي احملهم هون ماشي بس اكتب تسجيل اوكي كويس
ونقول له وين بده يحملهم، اوكي وين بده ينزلهم، بفتح فولدر وبحط فيهم الملفات ماشي اوكي. طيب هلا بالنسبه للجدول على اساس انه اذا بتطلع هيك انا عم شاور على ملف بي دي اف، احنا ملفات الابستراكت مش ضروريات هذول حتى انه مش ملفات بي دي اف ترى اوكي. الابستراكت هذول عفوا البي دي اف اوكي، لاحظ تحت عندي بالرابط بالزاويه بال بالفايرفوكس مكتوب باخر في ملف بي دي اف اوكي، رابط لملف بي دي اف اوكي IKJ2N200.pdf هول روابطهم ماشي. هلا انت هيك راح تضيع بين اسماء، يعني بتصير اذا عملت بالدانظم وفرض خطه راح تضيع ما تعرفش تعرف كل الكتاب، بتصير انت يا بتغير لهم اسمائهم يا انا بعطيك ملف من عندي مظبطه شو اسمه ناسخ هذا الجدول ومظبط يعني ملف بي دي اف، بس تكبس انت على الرابط تبع البي دي اف دغري بيفتح ملف البي دي اف المقابل بحسب اسمه تمام. هذا رح اوفر لكم اياه تمام. طبعا على اي اساس بدك تحط ملف البي دي اف هذا رح اعطيك اياه يكون بنفس الفولدر تبع اللي حملت فيه البي دي افات هاي تمام، عشان لما تكبس عليه يستدل على الملف نفس الفولدر اوكي، تك بيفتح الفايل اوكي. طيب هلا طيب اوكي، هلا التورنت كيف نحصل على ملف التورنت؟ طبعا البي دي اف بدك تجيب برنامج مثل فوكسيت، فوكسيت ريدر اوكي على ويندوز، بس احنا بنستعمل لينكس، فوكسيت بيمشي على لينكس، انا بنصحك تستعمل على لينكس الايفنتس اوكي هي تمام، الايفنتس كثير سريع وخفيف اوكي. خلنا نفوت بالاول شيء روت عشان نجيب الاغراض اوكي اللي عايزينها، فبنكتب SU بفوت انا بحسابي اوكي. اذا انت على اوبانتو اكتب sudo والامر اللي راح تطلبه يعني هيك تكتب sudo اذا انت على اوبانتو اوكي apt get، انا هيك فوت روت اصلا فمش بحاجه اكتب sudo بس يعني عشان تعرف install اوكي. واذا فاتح باي برنامج له علاقه بتحميل البرامج بلينكس سكره اوكي، مثل شو اسمه سوفت وير مانجر وهي القصص اوكي، والسينابتك كله نسكره تمام. فاذا اول شيء برنامج اللي هو حيحمل لي الملفات عن طريق بروتوكول تورنت اوكي، اللي هن فيهم نظام تشغيل زي ما شايفين، هاي هي الملفات اللي حنحملها تمام، بيطلعوا لنا شيء حوالي 16 جيجا تمام. اب جاد انستول اوكي كيو بيت تورنت اوكي، بدك عميل تورنت يعني اوكي، بس انا امشوا معي عشان ما نضيعش اوكي، وبعدين بتطبق انت كيف ما بدك مثل بعض. فاذا اب جاد انستول كيو بيت تورنت هيركليز، وفي هيركليز مش كثير حنستعمله هذا اوكي بي دي جي او اي تمام، خلص اصبر شوي هيركليز ستوديو تمام. وبعدين راح لانه هالجي او اي تاعه اوكي الجرافيك الواجهه الرسوميه تبعته، بس انا مش راح استعملها يعني من هلا عم بخبركم، انا تعودت على الطريقه الصفريه. وبعدين شو اللي بدنا كمان ايفنتس اذا مش نازل عندك عشان نقرا الكتاب وبعدين شو بدنا؟ بدنا في تيرمينال هي الطرفية مخصوص، مش طرفية اللي هلا حاليا عم استعملها، في طرفية مخصوص بتدخلني على الزد او اس اوكي؟ بس باختصار زد او اس بلا سلاش هاي بتعب الحكي. اذا بننزل اكس 3 هيك اسمه هو اكس 3270 وفي هذا صاير بواجهة رسومية الاكس 3270 مثل التيرمينال قدامي، وفي وحدة تانية مثلها بس بواجهة سطرية دغري بس اوكي بننزلهم هون اوكي. فخلينا نكمل، اذا هدول الاشياء هي اللي لازم نحن نركبها تمام. هلا بعض منها راكب بعض منها مش راكب تمام، بس انا بشكل عام اظن كلهم راكبين. هلا انا بالنسبة لي لانه عم بستعمل نظام ديبيان مش نظام اوبانتو، فكلمة سودو مش ضرورية. هلا هون
ففي اشياء بدها ابجريد مش مشكله هلا، بس انت نفس الطريقه بتكمل اوكي وبخليه يحمل ماشي. هلا انا لما حكيت عن فوكسيت لانه انا بحب على الموبايل مثلا او على حتى على كمبيوتر الويندوز بحب استعمل فوكسيت اكثر من ادوبي اكروبات ريدر لانه سهل القراءه وخفيف كثير، ما بحسسك انه والله لو عندك شيء 50 ميجا بايت فايل تلاقيه ثقيل كثير اوكي، او كبي دي اف بصير الفايل اللي عندك يا زي الهواء يعني بتحرك فيه. طيب ابدا لصفحاته يعني ف هيك نحصل على البرامج. هلا بجي انا بطلع من الحساب الروت اوكي. هلا ملف التورنت اللي انا بدي اقدم لك اياه اوكي هذا عنوانه، بس لحظه شوي اول شيء بنكتب كيوب التورنت تمام. هاي التورنت كان سابقا نازل، هلا بس احضر لكم شو بتعملوا. العنوان اللي انا راح احط لكم اياه هو هذا هو تمام كوبي ماشي. لو بدك تنسخه زي ما هو يعني كتابة بايدك بيمشي الحال، بس انا بعمل هيك فايل add torrent link اوكي هو لحاله بيعرف هذا ماجنت فايل بكبس داونلود بلش. هلا رح وقفه لانه على الفاضي لانه اصلا نازل، بتبلش تشوفوا شو وين اي واحد بلش تشوفوا هذا الفولدر تمام، لانه انا منزل واحد الثاني اللي مش منيح يعني عرفت شو هو بيطلع له شيء 15.1 جيجا بايت اوكي. ف هاي الفولدرات كلها تمام. انت اصلا الحقيقه عايز بس هذا الفولدر كل عم دور عليه بينزل من تحت منه دي اي اس دي والكونف تمام، يعني اصبر حتى ينزل ماشي. هلا بعد هيك شو بقول لك، هلا هو حاطط طريقه تركيب الهيركليز من المصدر تمام من السورس كود يعني من السي مكتوب بالسي بلس بلس بدنا نحوله لبرنامج اوكي بالسي او سي بلس كيف ما كان يعني المهم انه الكود عم بيحط لك اياه. هلا انا شو عملت؟ هيا ضفت لكم هدول اب جت انستول هيركليز بينزل تمام. هلا الخطوه الثانيه اللي ما عاد منها بنجي هلا بقلب الفولدر تبع التحميل اوكي هون اول شيء بتعمله هذا الفولدر اللي بيطلع معك هون الكوبي بتنسخه على فولدر ثاني احنا نفضل تسميه مين فريم يعني بس بتنسخه نسخ اوعك تقرب عليه لهذا اوكي. مره ثانيه بتنسخه نسخ اوعك تقرب عليه، كمان مره اوعك تقرب عليه هذا ما تلعب فيه لانه ما تشغل نظامك التشغيل مباشره على هاي النسخه تمام، ما تشغل ماشي انا ناسي السبب بس ما تشغل ماشي عشان يضل عندك نسخه تقدر ترجع لها اوكي. عندك 16 جيجا صرت محملهم فعشان ترجع هذا اوكي انت هون ما اخذ صور عن هارد سكاب ترى تمام. هلا بتيجي بتاخذ كدول تاخذ نسخه عن الفولدر الكوب زد زد 110 كوبي اوكي طبعا رح ياخذ مع الدي اس دي والكونف اللي هن تحت منه تاخذهم على الفولدر لحال ماشي. انا هلا مثلا خلص اعتبره نزل تمام. ف شو بنعمل؟ دولفين راح افتح دولفين اللي هو عندي انا هون اللي هو برنامج يعني مستكشف الملفات عندي فايل مانجر عندي. هلا انا وين نازل عندي؟ صار نازل عندي بالداونلودز نازل عندي بس لحظة شوي
نازل عندي بهذا الفولدر IBM ZOS. انا مش فاهم شو السبب هون، مش مبينين اللايك ولا زيادة ولا شي حاجة. اوكي، وبعدين مش هذا، هذا الفولدر شايفين زاد ايه، بعدين images. اوكي، بعدين زدت هذا كوبي. هلا بنسخه على الهوم دايركتوري عندي، تمام، وبغير له اسمه لمين فريم، ماشي، هيك كبيرة، تمام، وبفتح هالفولدر، بفتح هذا الفولدر اسمه PRTR، ماشي، هيك كبير، حروف كبيرة، ماشي. الدوكس مش ضروري، هذا انا بس حملت فيه الكتب ظبطهم فيه، ماشي. وبس هلا نحن بعدين راح نفتح بالكونف هذا الملف، ماشي، ADCD، هذا لينكس كونف، تمام، بنحرره. اوكي، نعمل open with kate او اي محرر نصي عندك اياه. ما تلعب بإشي غير اللي بحكي لك عليه، لا تخربطش، ماشي، ما حدا يفكرني عم بحكي على الفاضي هالطريق لانه بتضيع بعدين، تمام. هلا شو بتعمل انت الاشياء اللي مهمة عندك؟ هلا كم كور عندك بالبروسيسور تبعتك؟ جدا مهم عشان تفتح للإيميوليتر الهيركليز، اوكي، يشتغل بأريحية، تمام. هلا هون نم سي بي يو، تمام، هاي النمبر اوف سي بي يوز محطوطه 2، افتحها مثلا 4، اذا قادر تفتحها 4 افتحها 4. اوكي، طبعا انت بالبي سي العادي بنعطاش اكثر من 4، اذا كانك على سيرفر على زين بروسيسور وهيك بصير تقدر تجيب 6 و8 قد ما بدك، اوكي، على قد ما الجهاز مستحمل. اوكي، فانت يا اذا كانك ديوال كور حط 2، اذا كانك انت ديوال كور حط 2، اذا كانك انت كواد كور حط 4، ماشي. اللي عنده كواد كور كمان في يفتحها على 8، بظن يفتحها على 8، وكمان اللي عنده ديوال كور لا، ديوال كور خليه على ديوال كور. المهم شوف انت كيف تعرفها. اوكي، بس افتح لسان جديد، نيو تاب، اوكي، كات سلاش او ls slash proc as cpu info. اوكي، شايفين هذا البروسيسور نمبر 0، يعني ببلش العد من الصفر، فانت بتعده الصفر كانه 1، بتنزل للاخر. اوكي، انا عندي شو بروسيسور نمبر 1، فهي ثاني بروسيسور، فانت بتشوف شو اخر بروسيسور عندك هون وبتعرف كم عدد السي بي يوات اللي بدك تعطيهم، ماشي، تفتحها هيك على الاخر. فاذا كان 8 حتشوفها هون بروسيسور رقم 7، لان الفرق على 1، لانه بعد من الصفر قاعد مش من الواحد، تمام. تمام، وين نرجع على الملف. طيب هلا هاي لايسنس تريكا، اساس انك عم تشتغل انت كانه النظام تشغيل مفتوح لك بالكامل كانك دافع حقه، ماشي. شو كمان في بعد؟ اوكي، هلا هو مسمى النظام دوزو، سميه اللي بدك اياه بعدين، ماشي، نظام كمبيوتر مسميه دوزو، بدنا اياه نسميه بعدين، تمام. اترك الامور زي ما هي، بس غير ب عدد البروسيسرات، ماشي. وفي وحده اظن لها علاقه بال الرام، اوكي، هاي اظن هاي، اوكي، اصلح لي شوي، ايه هي هاي، قديش بتعطي رام للجهاز مين سايز؟ كم ميجا بايت؟ وهون كمان بتحط انت عشان لما نشتغل على التيرمينال تبعته الاكس 3270، هذا البورت نمبر رح نستعمله، فانت حتشوفني عم بفتح، شايفين فوق هون؟ شايفين كيف عم بفتحها بالبورت 23، تمام؟ فبخلي هلا الدخل على الزدو على او اس على تي اس او من خلال بورت 23 مثل ما هيك شيء، تمام. كمان بتعطي للكمبيوتر تبعك، هلا عاده انت اذا قاعد على لابتوب عندك واي فاي وعندك كابل، كابل يعني فيشه الكابل، نحن بنعطي لفيشه الكابل، تمام، نعطيها اي بي. ف
نفوت روت فوت اس يو تمام. اذا بنعمل اف كونفيج ببينوا عندي كل الكروت اللي عندي. طيب هلا انا بتنقي كرت مثلا مثل هيك، انا ما راح اغير هدول الاي بي ار ترى كلها هدول الايد، لازم اف كونفيج هول داخليات على جهازك غير الواي فاي طبعا. تاخذ هيك تقول له مثلا هذه الاي بي تمام، وطبعا وتكبس انتر ماشي، بياخذ اي بي ماشي. هلا ننزل بعدين اوكي هون عندي ال 80 هاي حنستعملها ليكون هو هذا اول هارد ديسك بيفتح عندي ماشي. وهون غير المسار عندك هون شايف للمسار اللي فيه الفولدر المين فريم، يعني حطيناه بالهوم دايركتوري مثلا، الهوم دايركتوري تبعت سلاش هوم سلاش اوراكل اوكي. والمين فريم فولدر وفيه الفولدر اللي هو نسخناه زد 110 كوبي اللي هو صار اسمه مين فريم اوكي، وفي فولدر دي اس دي اس دي اوكي. فانت اعمله هلا. هذا مش ضروري الفولدر فايل، اذا بدك شيء ما تعملش اوكي، فيك تحط فولدر اوكي. طبعا بدك تغير على هاي اوكي، وبتضيف كمان عليها هذا فولدر ماشي. يعني اذا حابب تضيف فولدرات اضافيه بدلوا عليها، وين فولدر البي ار تي ار، وين فولدر البرود اوكي، ومحلاته بدلوا على مساراته ماشي. هلا بننزل لوين خليك تنزل لتحت اوكي، حتشوف بالملف اللي انت ملف الكونف هذا السطر تمام. فانت شو بتعوضه؟ بتعوضه بهاي اوكي ماشي. هو مش كثير هذا ضروري بالنسبه لي حاليا، اذا بدك شنتوكن كليا بس لازم يكون عندك. بتحط هاي تمام. هلا هو عنده شو هون صفر اوكي، حط مثلا اي شيء ثاني يعني هلا اوكي، هون 10 200 اي شيء تمام. هم غير الصفات اليوم تمام. هلا هيك بصير في كارت نتورك لل لجهازك الزد على او اس ماشي، وبس ماشي ما فيش شيء اكثر منك. هلا لنشغل الهيركليز اوكي، انت وروت بتنفذها تمام. تكبس تكتب هيك، تحط هيركليز اوكي ماينس اف، وبتحط شو المسار اللي فيه ملف ال ADC هذا اللي كنا عم نعدل عليه هلا من شوي، هذا الملف حط له مساره تمام. فطبعا هو انا حاطه وين مين فريم كونف هون ماشي، تكبس انتر وببلش يقلع الهارد ديسك تمام، بس مش معناها انه شغلنا نظام الهارد. طيب هلا الستيب الثاني طبعا انت ويوزر عادي مش ضروري، بتكتب اكس 3270 اوكي، او سي 3270 اللي بدك اياه حسب انت شو حابب تستعمل اوكي. وبعدين بتحط الاي بي 192.168.4.5 على 23 وبيفتح هيك مبدئيا هيك لسه بعده ما اشتغلش تمام. وين هون بنروح على سطر الهيركليز تمام، وبتكتب اي بي ال اي 80 ماشي. هلا هون راح اوقف ماشي، بعد منها لان راح يقطع الفيديو، فتنتظر اوكي الى ان يعني طبعا هي حتتغير بعد شوي اوكي، بتنتظر الى ان يستقر خلص ما عاد يعطيك ولا اي رساله جديده، رح يضل يعطيك رسائل 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 سطور 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 مثل ما قلعنا هون طبعا، بس حيكونوا ملونين مثل هيك تمام بالاخضر والازرق والاحمر اوكي. بعدين بتنتظر لحد ما يخلص تمام، وبعد ما يخلص بتحط شو اسمه كيف بقول لك بيطلع لك كلمه دوزه كبيره
تمام. هاي راح نشوفها بالفيديو اللي بعده. أرجوكم استمتعتوا معنا بهذا الشرح، وإن شاء الله بعدين راح نكمل في الـ DSO كيف نشتغل عليه. تمام، السلام.